احنا بنتكلم دلوقتي، احنا متفقين قبل البريك ان احنا هنيجي واتفقنا، قلنا الدرايفر ده مهم قوي، ده مرايتي، فبخلي بالي بحاول اخد درايفر لما باجر ابقى عارفاهم اشتغلوا معايا قبل كده، لو ما اشتغلوش اتشك هو واخدين كورسات في الاتحاد ولا لا، اتسترا اتسترا. مين شخصية مهمة قوي بهتم بيها قوي، الاقي ان من الشخصيات اللي مهمة قوي لازم ابقى كيرفول قوي انا اوبريتور، الترانسفير مان، اللي هو في بعض الشركات بتسميه الفيلد كوردينيتور. الترانسفير مان ده يعني على فكره يعني في بعض الشركات مش بتهتم بيه قوي، او يعني بيشوفوها لان شغلانه اي حد شغلوه ترانسفير. يعني انا بفتكر كويس قوي ان لما كنا بنبعت تريننج من الكليات للشركات، فبنبعت لهم الطلبه، ساعات كانوا يقوموا قايلين لهم ايه، طب خلاص هنشغلكم ترانسفير، كان المهنه مش مهمه، يعني هيجربوا فيها طالب جديد بيتدرب. طبعا انا بقول الكلام ده لان مهنه المندوب او المرافق هي مهنه مهمه جدا لازم نعمل لها حساب، ولان هو الاول بيسموها ايه، first impression is the last impression، الانطباع الاول يدوم. فتخيل انت يا اوبريتور يلي قاعد ورا مكتبك وعايش شغلك يبقى دقيق ويبقى مية مية، انت باعت حد يا اما يعليك قوي يا اما ينزلك قوي، ده الانطباع الاول يدوم. والنبي لو انت مين وبعت واحد اي كلام يبقى انت زيه، فالسياح يحكموا عليه. عشان كده بقول مرايتي الاولانية هي السواق والمندوب، هما اللي عاملين لي اول امبريشن. وخلينا نقول ان في برامج السياحه وفي العمل السياحي الانطباع الاول هو الانطباع الاخير، ما عندكش وقت تغيره غير الشغلانات التانيه. اي شغلانه تانيه ممكن اعمل انطباع اول وحش وبعدين بعد شويه تقولي ايه، صدقي انا كنت فاكره واخده عنك انطباع وحش، ده انت طلعتي جميله قوي، او العكس صحيح. هنا بقى في السياحه الانطباع الاول هو الاخير، فانت لازم تعمله A1 perfect، otherwise مش هتلحق تغير الانطباع. فعشان تخلي بالك، تخلي بالك من المندوب، المندوب اللي انت بعته ده بيقابل الناس اللي شغلته تخليص الجمارك والجوازات. وعلشان كده الود ودي اقول لشركات السياحه لاصحاب الشركات، وانت بتعين المندوبين طب ما تاخد راي الاوبريتور، هو مش هيجرى حاجه ان الاوبريتور يقول رايه، مش مجرد انت رايك انت ليه، لان خلينا نقول ان البيزنس هو بيزنس اوبريشن، فايه المانع ان الاوبريتور يختار المندوب اللي بيمثله، فيفضل هو يختاره. فده اللي انا عايزه اتكلم عليه، هشير هعمل شيرنج للمندوب. يبقى ترانسفير مان، اتفقنا ان ترانسفير مان في بعض الشركات بتسميه فيلد كوردينيتور، على اساس ان هو اللي الكوردينيتور اللي في الميدان. طبعا المندوب ولا يعني ممكن يبقى هي، ممكن يبقى شيء، قد يكون راجل قد يكون ست، وليس ما يتطلب برضو ما الجنسيه مش شرط خالص، لكن بنقول هو الريب اوف ذا كومباني، هو مندوب الشركه، يستقبل المجموعه في الحدود، قد يكون في المطار، قد يكون في المينا، قد يكون في السكه الحديد، فلازم هو الفيرست امبريشن، ويرافقهم طوال اقامتهم داخل البلاد. ده هيقعد معاهم بيتردد عليهم لحل المشكلات، فلازم يبقى على سنجه 10 يوميا عشان ده يتقلل المندوبين. وما ياخدوش الموضوع بشكل ان انا اصلي تعبان جاري من الاوتيل ده على الاوتيل ده، لا يا حبيبي دي شغلانه مهمه قوي تجري وانت متناسق وانت لابس احلى حاجه عندك. وحتى المندوبين دول بنهتم قوي 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 بعنصر الهيجين بتاعهم، الجزء النظافه الشخصيه والبرفانات والحاجات دي، ليه؟ لان هو الكونتاكت طول الوقت مع السائح. هنا بنقول المندوب
بيلبسوا اليونيفورم. بس نخلي بالنا الفرق بين المندوب والليدر، ان في المندوب بيختلف مع الليدر في الثلاث حاجات دول، انه لا بياخد النايتس في الاوتيل ولا بياخد الميلز مع المجموعه ولا الفيزيتس للمزارات. فانت اوبريتور مش بتحجز له الثلاث حتت دول. لو الثلاث حاجات دول اتعملوا بيتحول فورا للليدر، بنلبسه اليونيفورم. هو ده اللي احنا عايزين نتأكد منه، ان الاوبريتور قبل اي رحلة يجيب المندوب ويقعد يتكلم معاه شوية ويقول له تكير او ذا يونيفورم. اليونيفورم دي عادة بتبقى البدلة اللي هي بتبقى كاملة فورمال دراس بالطاي وعليها اسم المندوب النمتاج واللوجو بتاع الشركة. ولازم يبقى لابس، احنا بنتكلم ان احنا في المطارات بنشوف بعض المندوبين مش لابسين حلو، الشركة مش مركزة معاهم، مش واخدة بالها منهم، ممكن سايباهم يلبسوا وما خدتش بالها، وتشي هتبقى مشكلة الشركة برضو. اكشلي هي مشكلة الاوبريتور انه يلبس لك النص اللي فوق فورمال والنص اللي تحت كاجوال، ويقول لك اصلها الموضة الجينز مع الجاكيتة ده موضة جدا. ايوه موضة، بس ده مش الفورمال دريس. احنا عايزينك تروح المطار او في الاماكن هتقابل فيها السياح with your formal dress او in your formal dress. فتروح لابس البدله يا حبيبي او لابسه البدله يا حبيبتي التيير وهاي هيلز على شعرك عند الكوافير، وما تروحيليش متبهدله وتقولي ايه الصراحه اعمل شغل سريع. المطار هو احلى شكل للمندوب لازم يبقى فيه، او لو بتقابلي الناس عند الريل واي ستيشن برضو، فبنقول له البس اليونيفورم، حافظ على الهايجين، كلينلينس جامد جدا جدا. ليه بنقعد نصر على النظافه مع اننا واحنا شوفوا من امبارح لدلوقتي كنا بنتكلم على الاوبريتور ما جبناش السيره دي خالص لشخصيه الاوبريتور، بس عند المندوبين بنركز فيها علشان المندوب اللي بيقابل ويقعد يعد السياح ويحرك ايديه، فبنركز معاه الهايجين جدا ويقعد يكلمهم ويبقى فيس تو فيس معاهم. فالهايجين لو ما كانتش الروائح الشخصيه بنقول له طب انت لو يعني تيك كير، طب خلي بالك من ريحه بقك عشان ساعات الهيفي سموكرز اللي بيدخن كتير، يعني مش لازم ابقى واكله بصلايه ولا حته توم عامله ريحه وحشه، لكن ده ممكن ابقى هيفي سموكر يبقى بفتح بقي متخنه يبقى السائح مش هينبسط. فعشان كده بنقعد ننبه على المندوب تيك كير اوف يور كلينلينس اند هايجين. بعد كده بنقول له البس اليونيفورم تاي النيم تاج، بنفهمه هو ليه محتاج يلبس اليونيفورم. هو محتاج يلبس اليونيفورم عشان يبقى شكله ايدنتيفايبل مميز، السائح ينزل يتعرف عليه. مش كل الواقفين في المطار لابسين لبس فورمال، فهتلاقي اللي لابس الفورمال هم المندوبين، فيبقى عايزين نتعرف ايدنتيفايبل. لازم يبقى شكله اون ديوتي بروفيشنال جاي يشتغل. لو جاي لك حد يستقبلك في المطار قميص وبنطلون جينز اقول اه ده كان قاعد في النادي فجاه افتكرني فجاه جه ياخدني، لا انا عايزاه جاي مخصوص وتعب نفسه ولابس عشان هي از اون ديوتي، يعني جاي في الشغل كانه في المكتب. وبعدين اما بيجي لابس لي البدله ده بيوعدني بالخدمه الرائعه الكواليتي، غير ما يجي لي واحد لابس كاجوال شكله كده هيوديني اوتيل تحت السلم. لما بيجي واحد لابس فورمال وشكله شيك اقول اه ده اكيد انا رايحه فندق خمس نجوم او سبع نجوم، هو نفسه شكله شيك، فبيوعدك بشكل الخدمه. بنخلي بالنا ايه هي وانت بالمندوب، عشان انا بتخيل ان حته من شغل الاوبريتور ينقي المندوب، فبنقي ايه الصفات الاساسيه اللي لازم تبقى متواجده في المندوب. هنا بقى ده اللي عملناه امبارح بس ما كان مكتوب على بعضه، فده الجينيريك سكيلز. اتفقنا ان ما حدش يدخل المكتب يا لمي عندك خالص، ما تعينيش اي حد ما عندوش الجينيريك سكيلز، لازم ده الجينيريك سكيلز اللي لازم تتوفر في اي حد هيتعامل معاه، السائح، اي حد اشتغل اي بوزيشن في الشركه، فلازم يبقى عنده الجينيريك او الجنرال سكيلز اللي زي ما اتفقنا امبارح، ابيرنس مناسب، مستوى اجتماعي مناسب، عنده لانجوج وعنده شويه نوليدج، ثقافه عامه وثقافه حيه. وبعد كده رحنا قايلين للاوبريتور لازم تبقى عندك ايه. هنا برضو هنقول للمندوبين لازم ايه الصفات اللي تبقى عندك اللي بنسميها specific skills. هنا للمندوب
السبيسيفيك سكيلز اقل بقى، بس هي كونسنتريتنج يعني او كونسنتريتد يعني اكتر. يعني ايه بقى؟ نقرا واحده واحده ونشوف. اكيد الكلمه بتعني حاجات كتير، اوعى يغرك انهم اربع كلمات، اربع كلمات كل واحده فيها عشر حاجات. فلو جينا قلنا المندوب وانا بنقيه لازم ادور على الناني. ناني يعني ايه ناني؟ حد يقدر يساعدني كده؟ مش فاهم يعني ايه ناني؟ ترجمه ناني ايه بالعربي؟ هو الناني مش دي مربيه يعني ولا ايه؟ مربيه الاطفال بالظبط كده. أه؟ يبقى أه؟ انت بالظبط كانك جايبه لاولادك مربيه اطفال، انت بتشتغلي طول الوقت وجايبه لاولادك مربيه اطفال. فشوفي قد ايه شبهنا المندوب كان السياح دول ولادنا وبتجيبي لهم مربيه الاطفال، ده المندوب. تخيلي وانت بتنقي مربيه الاطفال هتنقي فيها ايه؟ انت مشغوله طول النهار في شغلك، عايزه حد يقعد مع اولادك، يبقى اجيب واحده اولا مثقفه جدا، ايه ده خريجه جامعه ان لم يكن معها دكتوراه حتى، وانا ممكن ما ابقاش انا خريجه جامعه اساسا. يعني كل ما تعلى عن الام مش هنزعل. ليه بقى؟ لان هتقعد مع اولادي، ده اولادي دول اغلى حاجه عندي. لو انا ما بعرفش كلمتين انجليزي يفضل اجيبها انجليزي وفرنساوي، لان العيال زي البغبغانات هتلقط منها. وافضل انقي كواليفيكيشنز عاليه عاليه جدا دول ولادي اللي جاي تقعد معاهم، ولانهم ولادي بعد كل الكواليفيكيشنز اللي هنقيها هقول لها تعالي ده انت جاي تقعدي مع العيال، انت صبوره يا بنتي ولا لا؟ يبقى اهم صفه هدور فيها بيشنس، انت صبور ولا لا؟ ما تفقدش صبرك عليهم. ومن ضمن الصبر الانسلت، اوعى تديهم انسلت. انا مش هقبل اجي الاقي ولادي زعلانين، انت مديهم اهانه، انا ولادي ما يتهانوش يا حبيبتي. فيبقى في الحاله ديت نقعد ننبه على المندوب، خلي بالك الانسلطات، اوعى من اي انسلت. اصل خلي بالكم ليه بنقول الحته دي؟ احنا شخصياتنا مش زي بعض، ممكن حد يديني انسلت فاقوم انا ممتصاه، شخصيه غاده بتمتص، ممكن واحده تانية تديني انسلت اقوم اقول ايه ده انت كمان بتنيني، واقوم قاعده تك 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 اهيني كان كمان انسلت. ده في شخصيات كده ما بتقبلش، كرامتها عاليه قوي قوي قوي. يعني مش عايزه اقول ان مش بقول كرامه قد ما بقول بياخد الانسلت بانسلت على طول، ما الريفنج عالي قوي. فانا مش ممكن الاقي الشخصيه دي راح تقابل السياح، لان وارد الانسلت جايز قوي. سائح ينزل متعصب متوتر يقوم شاتم المندوب، هل ده مبرر للمندوب يرد الشتيمه يعمله انسلت وكمان؟ فهو ده اللي بنقوله، ان المربيه عمرها ما تستجري تدي انسلت لاولادي، لو حصل هتردها هي برضو نفس الكلام. وبالتالي حته من الانسلت بقى، بما اننا بنتكلم على الانسلت بنقول للمندوب اوعى ابدا يا مندوب تحرك صباعك التاني، التاني اللي هو بنسميه السبابه، اللي هو البوينتر، اللي هو صباع الاوامر، بنسميه الاوردر فينجر. فدايما عشان احنا حته لصيقه بالانسلت الاوردر فينجر، فنقول له اوعى تفكر انك تكلم سائح بالسبابه بالاوردر فينجر، اما لو عايز تكلمه كلمه بايدك كلها، لكن ما توجهلوش امر مباشر، السائح مش هيقبل، يبقى دافع اكسترا ماني ويجي حد يتامر عليه. فلكن يبقى مش هنشتغل بالبوينتر، لكن لما تيجي تعد السياح معلش شغل البوينتر. السائح اما يلاقيك بتعد بالبوينتر ما بيزعلش غير اما تكلمه بالبوينتر. فدي حتت مهمه قوي الاوبريتور لازم يقعد يفهمها للمندوبين، عشان المندوب ما يعملش اي اهانه للسائح. طبعا بقى نهينا ان الناني اللي قاعده مع اولادي نظيفه جدا، شخصيه جذابه، وات ايفر وات ايفر. كل بقى دوري كل اللي هندور فيه في الناني لازم تلاقيه في المندوبين. اتنين فريند، فريند يعني صديق، احنا بنبقى عايزين ايه من صديقنا؟ يسال عننا، يوجهنا، يحافظ علينا، الى اخره. من عايزينه صديق، عايزين المندوب يحس انه جاي يبقى صديق السائح. ليه الكلام ده مكتوب؟ الكلام ده لو تلاقوه هتلاقوه غريب قوي، مش ده مش كلامي انا، ده الاجانب اللي حاطين الحته دي، الترمينولوجي اللي محطوط ده الاجانب. يعني عايز يقول لك انا عايز الاجنبي هو ماشي حاسس ان انت صاحبه اللي ماشي وسايبه،
اللي يقول لك باي 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 غاده، انا عايزه اشوفك في بلدي، اوعي تفكري تيجي الدنمارك، اهو البيزنس كارد بتاعي اهو، لازم تتصلي بيا بليز، انا I'll do whatever you like. فيبقى بليز لو سمحتي كلميني. ففي الحاله ديت هبتدي انا لازم امشي سعر صديق، بيقولوا لي كده لان المندوبين بقوا بيستغلوا السياح، فبنقول له لا يا مندوب ارجع لاصلك، انت فريند، انت جايد. جايد يعني ايه؟ يعني انت عينين السائح، انت عينين السائح في البلد. انت عينين السائح في البلد يعني ايه؟ يعني لو عايز اي حاجه انت اللي هترشده مش انت اللي هتستغله. النهارده سائح نزل لي عايز اشتري جاكيته جلد، فبيقول لي اشتري جاكيته جلد، اقول له استنى بقى اوديك لي يا محمد هبيع لك، اتريني ناويه انصب عليه، ينفع كده؟ لا انا جايد، وخلي بالك السائح ناصح وهيروح يدور من وراك، فلازم يكتشف ان انت كنت اونست عشان تتحول من جايد لفريند. اخر حاجه والكلمه اللي احنا كمصريين نلاقيها غريبه شويه، شيب دوج، ديت شيب دوج اللي هو الكلب اللي بيمشي وراء الغنم، دي مش اهانه لا للمندوب ولا للسياح، يعني ده الاجانب اللي سموها اصلا. لكن عايزين نقول للمندوب انت اللي جاي تحرس الجارد للسائح ضد الوحوش ضد الولز، مش انت يا حبيبي اللي جاي تستغلهم، افتكر دورك كويس قوي. بعد ما نقول له كل الكلام ده نقول له بص خد بالك وانت رايح المطار، وانت رايح المطار عايزينك تاخد شويه حاجات معاك. ايه هي بقى الحاجات اللي ناخدها؟ نفكره بقى تاخد معاك البرنامج، حاول ما بينزل بلد بيسال على البرنامج، طبعا انت مش هتقعد تقول له ايه مخي دفتر انا لسه هقول لك انا لسه، لا انت على طول بتوزع البروجرام. يبقى احسن وقت نوزع فيه البرامج هي لحظة وصول السائح البلد. كمان لو عايز توزع حاجات خاصة بالشركة printed materials، عايز توزع الاوبشنال تورز بتاعتك، هو ده الوقت اللي بتبعت مع المندوب يوزعه لك. عايز تعمل cultural tips وزعه. طبعا نقول للمندوب لو انا حاجزه الاوتيل بفاوتشر اوعى تنسى الهوتيل فاوتشر، لحسن تاخد المجموعة لحد هناك والاوتيل ما رضاش يسكنهم. خد معاك الكليب بورد، الكليب بورد ده العصاية اللي بيقف بيها المندوب عشان الناس تميزه. ما تنساش طبعا دي على حسب البوليسي بتاعت الشركة وتختلف من شركة لشركة. تاخد معاك الورد، تعدي على بتاع الورد خد لك ورد وزع السياح، او جيب الميداليات اللي راس نيفرتيتي وزع السياح، او جيب واتيفر حسب البوليسي بتاعت الشركة بيوزعوا على السياح ايه، ده المكان بتاع توزيع الهدايا. اوعى تنسى تاخد فلوس، وساعات بنديله فلوس من تحت الحساب لحسن يحتاج اي حاجه. تنساش بين اند بيبر، تنساش موبايلك، اوعى تحط الفون بوك بتاعك في الموبايل، لربما الموبايل يجرى له حاجه. الفون بوك يعني عايز اقول لك احنا دلوقتي كلنا بنحط الفون بوك بتاعنا في الموبايلات، طب افرض الموبايل قفل، طب افرض الموبايل اتكسر، طب وعايز تكلم الاوبريتور، عايز تكلم صاحب الشركه تبلغه ان في مش عارف ايه حصل في المطار، فين النمر دي كلها تجيبها منين؟ فيبقى لازم الفون بوك سيبريتد. طبعا الايربورت باس، لا مش هتدخل المطار والدائره الجمركيه من اساسه. وطبعا بنقعد نوعيه بالاي تي اي والاس تي اي، والاي تي اي اللي هي استيميتد تايم اوف ارايفل، سكيدجول تايم اوف ارايفل اند اكشوال تايم اوف ارايفل. بنقول له دايما الطياره بتعلن عن ميعاد الوصول، سكيدجول تايم اوف ارايفل، لازم انت الاي تي اي بتاعتك اللي هي الاستيميتد تبقى قبلها. Never ever هو حد يفكر يقول ايه مثلا يجي بتقول بتتاخر انا هبقى اروح بعدادي دايما بتتاخر، لا دايما الاي تي اي قبل الاس تي اي المفروض قبلها بساعتين. وممكن بقى الاكشوال تايم اوف ارايفل، ليه الاكشوال تايم اوف ارايفل ساعات احيانا يبقى قبل الاس تي اي واحيانا بقى بعدها، فلازم انت تبقى قبلها. فدايما نقول له الحته دي لازم قبلها بوقت كافي تكون انت في المطار وتكون متعرف على دواخل المطار وخوارجه كله، ويعني كل حته الفري شوبس والحمامات المطاعم الكافيهات everything، لازم تبقى عارف كل حته في المطار، عامل اورينتيشن لنفسك. فدي حاجات كلها بنقولها للاوبريتور، خلي بالك يا اوبريتور تقعد ديسكاس الكلام ده مع المندوب. نقول له حته مهمه بنسميها الكريتيكال ايشوز، حاجات المندوب ممكن يغلط فيها، بتقول له اوعى خلي بالك حلقه في ودنك ثلاث حاجات. اول حاجه الفورين تور ليدرز،
يعني ايه فورين تور ليدرز؟ اللي هو احيانا المجموعه توصل البلد ومعاها ليدر اجنبي. ليدر اجنبي يعني ايه؟ يعني ليدر اجنبي يعني جاسوس جاي يجسس علينا. نعمل ايه؟ قال لك والله بيبقى حاجه من حاجتين، يا الليدر جاي مشمر كم ونازل يباشر اعماله من اول ما بيوصل ونازل، يا مندوب يديك الاوامر اعمل سوي شيل الشنط حط الشنط. في الحاله دي هتقول ايه؟ ده داخل ياخد تخصص. اوعى تقول سيبه يعمل اللي عايز يعمله واسمع كلامه. ليه؟ لازم نفهمه ان الليدر الاجنبي ده بيكتب ريبورت في الشركه في الاخر. احنا مش عايزين الريبورت يجي وحش، otherwise we are going to lose the business. لو لقيته العكس بقى، نازل يعني ريلاكس وعامل كانه فرد من افراد المجموعه وجاي يتفسح، انت لك نظره في الحاله دي. تيك يور تشارج، اشتغل وجيب واعمل شغلتك، ما تخافش منه، يبقى شكله مش مضر. لكن لو جاي اكتف اوعى تقول له لا دي شغلتي، ما تدخلش معاه في نيجوشيشنز. فلازم ننبهه على الليدر الاجنبي. اتنين، بنبهه على كريتيكال حاجه تانية اللي هي على السبيشال جروبس. احتمالات كبيره يبقى المجموعه اللي نازله المطار سبيشال جروب. يعني ايه سبيشال جروب؟ يعني هانديكاب، يعني في اي بيز، يعني فيشنج جروبس، يعني شوتنج جروبس، يعني كونفرنسز جروبس، يعني ميوزيشنز، يعني كل الاكزامبلز اللي انا كاتباهم دول دي مجموعات ذات طبيعه خاصه. عاده بيبقوا جايبين ادوات وباجج غريبه جدا، فمش ممكن يا اوبريتور تحجز للناس دي وانت مش قال للمندوب. ليه؟ لانك لازم تارينج معاه هيشيلوا الحاجات دي فين. يعني مثلا ميوزيشنز، كل واحد نازل بالاداه الموسيقيه بتاعته، الايكويبمنت بتاعته، هتقول له انا حاجز لك اتوبيس، كل واحد جنبه كرسي فاضي للاورجل وات ايفر. لا، اما انا حاجز لك اتوبيس واتوبيس تاني للايكويبمنت، وخلي بالك اوعى تتكسر او. فالناس دي عاده معاها باجيجز غريبه، فيبقى تالت حاجه يخلي باله منها المندوب السبيشال باجج. سبيشال باجج سواء كانت بالكي او سواء كانت بالكي يعني كبيره يا محسن، احجام كبيره، او فراجايل يعني قابله للكسر. فليه بنقول له الحته دي؟ حد يقول لي طيب انا هقف دقيقه، او حد يقول لي انا ليه بقول على الباجج؟ ها؟ حد عارف؟ ايوه، لان اكيد في حاجات مثلا ممكن تتكسر يحملها على الشركه على اساس ان هي جزء من الرحله. بص بقى، مش بس كمان انها تتكسر تتحمل على الشركه، هي هتتحمل على المندوب نفسه. اللي بيكلمني مين؟ احمد غريب. احمد، احمد المفروض ان اللي هيتكسر هتحمل على المندوب، فانت بتوعيه. المندوب بص لو تلاحظ قاعدين نتكلم عليه، وحط برفانات وخلي ريحتك حلوه، عايزين نقوله في الاخر استحمى، ويعني نظافه شخصيه عاليه جدا. وبعد ما بنقول له كل الكلمه ديت وحط البرفانات واعمل واعمل، نقول له بنرجعه لاصله. يعني ايه الاصله؟ يعني نقول له حقيقه شغله المندوب. هي حقيقه شغله المندوب ايه يا جماعه؟ لو جدعين تقولوا بقى، هو المندوب اصلا بيشتغل ايه؟ بيخدم العميل، بيشيل الشنط. تصدقوا بقى، حته من شغلته، من صميم شغلته يشيل الشنط. فلو هو مش عارفها، لو مش عارف الحته دي كويس، هيحس بانسلت. ان انت لو قلت له هيحس بالاهانه. لا، دي مش اهانه، دي حته من شغلته. كل واحد فينا في حتت في شغله، فدي حته من شغلته يشيل الشنطه، وان الشنطه مسؤوليته. الله، يعني بتلبسني البدله ولا التيير وتعمل شعر عند الكوافير ولابسه جزمه عادي تقول لي تعالي شيل الشنطه؟ ايوه تعالي شيل الشنطه. لو مش عارفه ان دي شغلتك ما تشتغلهاش، ما تحسيش بالانسلت. فاهمين قصدي ايه؟ لان احيانا كتيره بيبقى الناس متاخره والسواق بيشيل الشنط، بنساعده. فمين اللي بيساعد؟ المندوب او المندوبه. وبعدين فما ياخدهاش انسلت، وبالعكس زي ما قال احمد كده، لو شنطه اتكسرت هندفعه ثمنها، دي شغلته هو. فعشان اي نعم الشركه، بصوا بقى لما اجي احسب بقى البرامج، احسب الكوتيشنز والكالكوليشنز، انا هطلع عندي ضمير وهجيب له الشيالين يساعدوه يشيلوا الشنط.
بس خلي بالكم الكلمة الفعل اللي أنا استخدمته، هجيب شيالين يساعدوه مش يشيلوا له الشنط. فاهمين قصدي إيه؟ ليه بقول الكلمة دي؟ يعني عايزة أفهمه أنا مقدرة إن أنت موظف وزميل وكل حاجة، بس دي حتة من شغلتك، أنا بجيب الشيالين يساعدوك عشان يخففوا عنك، يعني عينك عليهم بقى لحسن حاجة تتكسر أنت هتدفع ثمنها. عشان كده دايما المندوبين تلاقيهم عينهم على الشيالين، حط الكبار هنا، لا الصغيرين الشنط، لا يا فلان أنت بتهبد الشنطة ليه؟ لأن لو السائح أو السائحة طالعة الأتوبيس لقت شنطتها بتتهبد أنت هتدفع ثمنها، مش الاوبريتور اللي هيدفع ولا الشركه اللي هتدفع، دي شغله المندوب وش. فلازم نقول له، لازم نقول له عشان ما يحسش بالانسلت. فبنقول له خلي بالك الشنط احيانا بيبقوا فراجايل قابله للكسر، ولازم تنبه السياح كده خلوا بالهم قابله بلكي، ممكن تتفاجئ ان سائح جايب لك شنطه كبيره قوي، طب هتعمل ايه؟ طب يعني فلازم نحطه في مواقف ونحكي له كيسز عشان ما يروحش يتلخم ويوقع لي البرنامج هناك. فيبقى دي كلها حاجات ايه مهمه جدا جدا للمندوب، لدرجه ان احنا حتى بنقول له انت عارف بتشيل الشنطه ازاي؟ الشنطه مش تنزل تشيلها وش كده حرف ال، ظهرك هيتكسر. الميعوز حد يشيل الشنطه بينزل سوسته بركبته ويطلع سوسته لفوق تاني شايل الشنطه، اذروايز هيشيل الشنطه الاولانيه وهيرقد في المستشفى يعمل عمليه الفقرات. وعشان كده حتى كورس المندوبين بيقعدوا يجيبوا لهم شنط تقيله يشيلوهم، اللي ما بيعرفش يشيل صح بيسقط. ليه؟ عشان بنوري له ان الشنط دي اللاجج ديت حته مهمه من شغلته. فيبقى ليه بنحكي القصص دي؟ عشان الاوبريتور لازم يقعد مع المندوب يفهمه. المندوب ده واحد لسه مش فاهم، خلي بالك ده اللي بدالك في المطار وبيرافق المجموعه افري داي بيتردد لا يروح لبخ الدنيا، فلازم نخلي بالنا من الموضوع ده. انا خلصت المندوب، حد عنده اي سؤال؟ ها حد عنده اي سؤال؟ ما حدش عنده سؤال يا جماعه. احمد، محسن، لميا، انتوا فين يا عمرو؟ احنا تمام، احنا تمام. اه انتوا تعبتوا شكلكم كده. لا لا كله تمام، بس سايبيهاش لو حد عنده سؤال ما نقطعش عليه. هو ما حدش بيسال. طيب انا هعمل شير سكرين للجزء التطبيقي بتاع الماده بقى الكوتيشنز، فاللي عنده اي سؤال ما يسالنيش في الاخر، يسالني وانا حاطه الحاجه قدامي. ماشي؟ اوكي. هشير سكرين. احنا هنا هنشرح انتوا عارفين طبعا الرحله زي ما قلناها امبارح هي بتبتدي بالترانسفير يعني انتقالات، مرورا بالسايت سينج والاكوموديشن واللانش اوت والدينر شو، وبتنتهي بالترانسفير والعوده الى الديستنيشن بتاعتهم. طبعا كلكم عارفين الحته دي. اما باجي بعمل الكوتيشنز احسب بقى، فباجي بلاقي الانتقالات لازم نسال نفسنا السؤال، هي الانتقالات بتحسب بتطلع كم مره في الرحله؟ بنحسبها كم مرة؟ اللي بيشغل الاوبريتور يساعدني بقى. الترانسفير بنحسبه كم مرة في الرحلة؟ على حسب هو مسافر داخلي قد ايه؟ حلو، يعني مسافر داخلي اثنين هزود اثنين ترانسفير، لو القاهرة بس هيبقى اثنين. وسيمو سفر يبقى القاعدة بتقول ايه يا لميا؟ القاعدة بتقول ان الترانسفير بيحصل مرتين في كل محافظة. مرتين زي ما قالت لميا كده، مرتين في كل محافظه. هو رايح فين؟ القاهره يبقى اتنين، رايح القاهره الاقصر اسوان يبقى في كل محافظه اتنين، يبقى بيحصل ست مرات. فانت بتحسب في كل محافظه ترانسفيره واحده وتضرب في اتنين، مش هنحسب الاتنين طبعا. فزي ما قالت لميا مظبوط جدا، القاعده بتقول ان في كل محافظه في مره استقبال ومره توديع. اللي بيحصل في الاستقبال يا لميا هو اللي هيحصل في التوديع بس بالعكس. وبالتالي في الكوتيشنز مش ههنج، مش حتى بنفسي، انا احسبها مره واضرب في اتنين، صح كده يا لميا؟ فهاجي اتخيل ان انا بحسبها مره. انا هنا هتخيل ان انا عندي 30 سائح،
جايين من المطار لفندق البارون. بشوف انا بحسب الترانسفير ازاي. انتوا كده سامعيني كويس؟ الو كويس. انا هنا باجي بتخيل ان انا ما بعمل انتقالات. وخلي بالك من حته، ما فيش حاجه، عشان نخلي بالنا بقى من الترمينولوجي اللي بنستخدمه، ما فيش حاجه في البرامج بتاعتنا لازم بالانجليزي نسميها ترانسفير غير الاستقبال والتوديع. ما حدش يسمي حاجه ثاني ترانسفير معايا، يعني ما نترجمش الكلمه دي ولا نستخدمها غير ما يخص الاستقبال والتوديع. اي حركه نقل ثانيه هنسميها حاجه ثانيه. يبقى كلمه ترانسفير المقصود بيها استقبال اول يوم، التوديع اخر يوم في المحافظه اللي احنا فيها. فانا اي ترانسفير بيعتمد على خمس عناصر. اول حاجه وسيله النقل المستخدمه، قد يكون ليموزين، قد يكون ميكروباص، ميني باص، باص، واتفر على حسب حجم المجموعه اللي انا هقابلها. السواق اللي بيسوق انا بديله ايه؟ انا بديله اكراميه، يبقى لازم اعمل حسابها في كوتيشنز. المندوب اللي بيروح يقابل الناس، عشان كده اسمها ترانسفير، فببعت ترانسفير مان، الراجل ده كمان هياخد اكراميه، تيبس فور درايفر وتيبس للترانسفير مان، يبقى ده اكراميه وده اكراميه رافع. زي ما اتفقت من شويه ان احنا بنقول له انت شغلتك الشنط، لكن طبعا ده راجل محترم وزميلنا في المكتب، بنجيب له الشيالين، فبعمل حسابي في الحسابات ان انا هحاسب الشيال، ده بنسميه البورتريج او اللاجج. طبعا اللاجج اخرها ايه، بس مكتوب غلط. او تي دي مقصود بيها الاذر تيبس، متنوعات او اكراميات متنوعه. يبقى عشان تحسب اي، انا على فكره بفكركم تاني اللي انا هعمله في الكوتيشنز ده المارك اب، عشان الناس تبقى عارفه انا بحسب ايه. انا بحسب المارك اب، يعني ايه؟ يعني بروفيت، يعني بزود هوامش الربح. فباجي بقول انا تخيلت ان من المطار للبارون اتوبيس خد 3000 جنيه، ان انا هدي او سياسه الشركه بتاعتي ان في كل عمليه ترانسفير هدي السواق والمندوب 50 جنيه. اللاجج قلت بعملها ازاي؟ بضرب عدد السياح اللي هو 30 سائح لحيلتي، 30 باكس موجودين في المساله ديت. بقول ان هدفع في الشنطه 10 جنيه في كل وقفه من وقفات الباص، وهنا الستوبس هم وقفتين، وقفه في المطار وقفه في الاوتيل. مره شايلين مطار يحطوا الشنط في الاتوبيسات، ومره شايلين الاوتيل يطلعوها الاوض. خلي بالكم انا بحسب اول يوم في الرحله فقط، فبضرب عدد السياح في المبلغ اللي هدفعه في الشنطه في الوقفات في افريج نمبر اوف بيس، في متوسط عدد الشنط اللي هي 2. عشان كده ضربت 30 في 10 2 في 2. بعد كده الاو تي اذر تيبس، تخيلت ان انا اخد لهم ورده، قلت المندوب ياخد لهم ورده وراح المطار، اي حاجه عصير وراح المطار، ازازه ميه، وات ايفر. فالاذر تيبس بتعملها بتضرب عدد السياح في المبلغ اللي هيجيبه دوت في الوقفتين بتوع الباص. عشان نسهل على الناس، الترانسفير دايما في 2، في وقفتين ما لهمش ثالث، لان دايما بتبقى وقفه مطار او محطه وقفه فندق، ما عندكش اكتر من كده. فهي بتبقى تقريبا متثبته عدد السياح في الوقفتين. وبعدين انت شركه، الحاجه اللي بتجيبها ب 10 جنيه هو بيجيب بخمسه، غيرك بيجيب ب 20 جنيه، دي انت الاوبريتور اللي بيعمل الكوتيشنز، وبرده ياخد راي صاحب الشركه. الحته دي لازم يبقى قاعده مع الاوبريتور وصاحب الشركه، عشان المارك اب دي البوليسي بتاعت صاحب الشركه. والاوبريتور بيديبيت معاه وينفذ الاستراتيجي بتاعت الشركه. وبنجمع الخمس عناصر ديت، وهنتخيل صاحب الشركه قال لي اكسب 20% بروفيت، رحت ضربه في 20% وجمعت عليهم، طلع المفروض ان انا ابيع ترانسفيرت اول يوم في الرحله 5880. كله معايا؟ عملت ايه وهبيع ازاي ب 5880؟ الخمس عناصر زودت عليهم 20%. حد معايا؟ حد وقع مني؟ معاك يا دكتور، معاك يا دكتور. أنا محسن وقعت منك، أنا محسن سوري وقعت منك شوية. طيب قول لي وقعت فين؟ قال لي بس مش عارف أقول لك، سوري أنا آسف يعني.
قالي خمس دقايق عشان كده اقول، عشان كده بقول لكم قولوا لي اما تقعوا وقفوني، ما انا اصل التريننج انا مش شايفاكم ولا يعني يعني ولا انتوا فاتحين كاميرات انا مش شايفه حاجه، فاما تقعوا توقفني. طب قولي لي باختصار بس خلاص ايه اللي ده اللي تاه منك؟ انا بقى لي 10 دقايق واقع مش عارف بقى دي فات كتير ولا لا. ده من اول انت الانترنت قطع. في حاجه قطعت؟ انت اكيد انت مش بتقول 10 دقايق، يبقى اكيد من اول ما بدانا الكوتيج. لا لا بعد الترانسفير، بعد الترانسفير. يعني انت شفت ديت اللي انا حطها على السكرين ديت؟ لا دي مش فاتحه قدامي. دي بقول ان انت عايز الناس واقفه لك في المطار عايز تسكنها في الاوتيل، فبتبعت لهم قلت لهم خدهم. دي بسميها ترانسفير. ترانسفير ده بيحصل مره اول يوم ومره اخر يوم، صح كده ولا لا؟ بالظبط مره استخدام ومره توديع، الا لو هوديهم محافظات ثانيه. لو الا لو في دوميستيك ترانسفيرز. ايوه برافو عليك. فانا هنا متخيله ان ما عنديش دوميستيك ترانسفيرز، انا بودي القاهره ومروحين بعدها. فهاجي اعمل ايه؟ خدت وسيله النقل اللي هي قد تكون كار او باص تمنها، وبعدين بدي اكراميه للسواق واكراميه للمندوب. وبعدين وبعدين بجيب شايلين الشنط وحاسبهم. أيوة. اللاجج اللاجج او البورتريج، وبعدين الاو تي اللي هي بنسميها المنافذ المتنوعه، اكراميات متنوعه. يعني عايز نفريات يعني. عايز تجيب وردة، تجيب أي نثريات يعني، عايز تجيب وردة، مصير، تجيب أي حاجة، تعمل يعني تعمل منظر أهي، دي الحتة اللي بنحط فيها الفلوس هنا. معايا؟ مع حضرتك. وبعدين إحنا اتفقنا إن بنعمل مارك أب، مارك أب يعني بنزود أرباح. فأنا تخيلت إن أنا الأوبريتور، قعدت مع لميا صاحبة الشركة، واتفقنا نكسب 20% بروفيت. وده مش سر يا لميا. المارجن ده عادي يعني، عادي ما حد يعرف انا مش بكذب، انا معلنه ان انا بمارك اب اصلا. فرحت لقيت ان الجروب ب 5880 هبيعه اول يوم في الرحله يا محسن. خلي بالك اول يوم انا عايز اعمل البي بي. يعني ايه بي بي؟ يعني بير باكس. النفر يدفع كام يا محسن؟ انا معايا 30 واحد. خلي بالك انا بحسب على الكل من فوق، انا جايبه اتوبيس يكفي ال 30، انا عشان الناس اللي معانا ما تنامش، انا حاسبه الحسابه على ال 30 من الاول. فعايز اطلع البير باكس، النفر يدفع كام او مقسمه على كام؟ 30 على 30 يا لاميا، صح صح كده؟ طب ليه انا قسمت على 26 يا لاميا؟ في فريهات ولا ايه؟ علشان يا دكتور ممكن ال 30 كلهم ما يجوش، فما يبقاش انا عليا خسر وابقى عامله على الاقل، لو جه زياده تمام. زينب؟ لا انا يارا. يارا اذا انت طلعت يا يارا، مش كان المايك باظ؟ لا المايك شغال. اصل انت كنت بعتلي مسج على الشات. طيب كان في كذا حد بيتكلم فقلت ابعت المسج الشات عادي. برافو يا يارا. هي بصي بقى يا لميا قالت لك ايه؟ قالت لك ممكن يحصل نو شو في المطار. نشوف المطار واحنا يا لميا بنمارك اب، احنا مش عايزين نخسر ولا يجي لي سكته قلبيه وقلبي يقف. فوارد ان اروح المطار بدل ما يبقوا 30 الاقي حد ناقص. نو شو يعني ايه؟ يعني حد كنسل حجزه لاست مينت والاوبريتور اللي بره ما لحقش يبلغك. كنت انت ده بيشبه هو ما مشيناش عليه. لا ده انت في المارك اب هتعملي كده زي ما انا بعمل بقى، يا تشتري دماغك اصلا مسعره قبل ما ابعت. ما انت انا هنا قبل بسعر، ما يجي انا مسعره الرحله قبل ما يجي. طب انا هنا بسعر قبل ما يجي، ما تخافيش. مسعره قبل ما يجي. انت شفت انا بسعر ازاي؟ بسعر عامله حساب انه شو. فهمت انا بعمل ايه؟ بس ممكن يغلي لي السعر كده لو عملته في كل حاجه، في الترانسفير والاكوموديشن وكله كله هيغلي لي السعر. مش هعمل كده غير في الترانسفير والمزارات. اوكي. الحركات اللي فيها الاتوبيسات. ليه بقى؟ لان ممكن في المزارات حد يروح يا حبيبتي وينام وما يصحاش، بطني توجعني مش رايح المزار. طب ما انا جبت الاتوبيس، ما كنت تقول لي من الاول يا اخي انك مش رايح. فاهمه؟ انا بقى مش هقعد انيجوشيت، فبخلي بالي بقى من الاخر.
فرحت بدل ما اقسم على عددهم قلت انا خلي بالي من النشو، رحت اقسم على 26. ده احتمالات النشو عشان لو حد غاب ولا هيفرق معايا. طب تخيلي حد زاد يا لاميا، حصل جوشو لو حد زاد لو حد زاد هزغرط واعمل فرح طبعا، واعمل له كوتيشنز من الاول بروفيت. انا المشكله عندي في النشو، فروحت اسمع على 26. نسال ليارا سؤال، هو ليه ليارا انا سمت على 26 جبتها منين دي؟ هل انا بألف؟ اه يعني 26 ده فعليا ده يعني بتشيلوا اربعه من ال 30 يعني ده لا ما بشيلش اربعه يا ما انا عشان كده بشرح الحته دي يا لامي. هو انا بعمل تقريبا على عدد الباص اللي عندي بتقسمي لي على 26، ليه ما قسمتش على 25؟ ليه ما قسمتش على 27 او 28؟ ده سؤال مهم. عارف بسالكم ليه؟ عشان بقول لكم ان انا مش بالف، انا مش بعمل احتمالات كده، انا عندي حاجه بستعين بيها. بص هوريها لكم، قولي بس عشان الدنيا علقت عندي. هو ايه اللي طلعني دي كده؟ اهو شايفين دي؟ شايفين ديت مينيمم وماكسيمم؟ ها؟ ايوه يا دكتور تمام. دي هي مثلا الباص بياخد عدد معين. الله ينور عليك يا يارا. المينيمم بتاع الباص والماكسيمم بتاع الباص او اي وسيله نقل، يبقى اللي عاملها مش احنا، وسائل النقل اللي عامله الجدول ده، اللي هو بيقول لي يعني مثلا سي من واحد لخمسه او الواحده هي العربيه الليموزين. كل ما تكبري ده مينيموم لحد ما تلاقي الكبير اللي بيكفي من 46 ل 52. فهمتوا؟ يبقى الجدول ده ثابت. انا المساله اللي معايا دي اللي بحسبها معايا كام سائح؟ 30. فالمينيموم بتاعه كام؟ 26، والماكسيموم بتاعه 37. يعني معناها ان انا ركبتهم وسيله نقل بتكفي من 26 ل 37، يعني سواء ركب 26 او 37 ثمن الاتوبيس متغطي. فهمتوا انا ليه وقسمت على 26؟ معايا كده كلكم؟ تمام تمام اه اوكي. فانت بتقسمي على دي بقى اقرب حاجه يعني فاهمه للصح الجدول ده. فانا لان عندي 30 قسمت على المينيموم، فعملت احتمالات الايه ان ممكن حد يغيب. بعد ما عملت احتمالات ان ممكن حد يغيب طلع لي النفر ب 227. انا عايزه ابيع بقى زي ما انت بتقولي، انا بحسب قبل ما يجوا، فهقول للاوبريتور والله النفر ب 227 انت جايب لي 30، يبقى الاول اوفر الاس بي، الاس بي هي السيلينج برايس اللي هبيع بيه للانتقالات 6810. ده اول يوم يا حبيبي، اخر يوم هعمل نفس العمله تاني وانا لسه هقعد احسب اضرب في 2 وخلاص. معايا كلكم؟ معاكي معاكي. الحته دي تاني من اول الجدول بتاع الاعداد بتاعت الاوتوبيسات وكده؟ اه شايف ده جدول ثابت، بتشوف رقم السياح بيقع من كام لكام وتقسم على المينيموم بتاعه. تمام. ده بيخلي طبعا لمي قالت لك انا كده ممكن ابيع غالي، لو مش عايز ما تعملش. ده اللي اصل احنا بنحسب هنا حاجه اسمها المارك اب، فاهم قصدي؟ احنا بنعمل فباجي بعد كده، طب لو عايز احسب اشوف هو انا كسبت ولا انا خسرت يا احمد؟ انا كسبانه ولا انا خسرانه؟ انا بعت اهوت ب 6810 اول يوم. كسبانه ازاي يا لاميه؟ رحت رايحه عامله التكلفه، ادي تكلفتي الحقيقيه يا لاميه. شايفه انا الموضوع متكلف معايا ار سي ريل كوست 2680، بيعات 6800 خلي بالك. شايفه الفرق قد ايه؟ كبير اهو. اطرحي ده من ده، كسبانه في اول يوم 4130. طيب عايز اعمل المزارات. المزارات ايه الفرق بينها وبين الترانسفير؟ مفيش فرق غير ان انا بقسم هاف داي وفول داي، مش كده ولا ايه؟ الهاف داي ليه بقسم؟ علشان الاجره بتاعت الناس اللي هتشتغل معايا لو اشتغلوا نص يوم غير ما يشتغلوا فول داي. مين اجره مين؟ السواقين والجايدز.
طبعا اليوم الهاف دي 5 ساعات، الفول دي 10 ساعات. في شركات دلوقتي حاليا شغلت الهاف دي 4 ساعات، وعامله اللي عنده الاربع ساعات هيبقى الفول دي عنده كام؟ 8 ساعات. فده هيفرق لي في اجره الجايد والسواق في الاكراميات بتاعتهم. فهاجي مثلا اتخيل المساله دي، انا بحسب هنا مزارات سايت سين نص يوم القلعه 35 تاكس انجليز. هنا يا لميا بص انا عاملها لك في وش بعض اهي، سعر البيع مع التكلفه عشان تشوف الفرق في وقت واحد في سلايد واحده. المزارات يا يارا زيها زي ترانسفير يا محسن، بجيب 5 عناصر برضو، الاوتوبيس، السواق بس بدل المندوب بجيب المرشد، الاي اف بدل شايلين الشنط هجيب التذاكر، الاوتي موجوده وهي هي نفس الخطوات اللي انا عملتها. جبت الاوتوبيس، اديت اكراميه السواق، الجايد الهاف داي بتاعه، الاي اف، التيكتس ضربتها في عدد السياح ال 35 اللي عندي، الاو تي قلت عدد السياح في الوقفات في 10 جنيه هنا وقفات القلعه 4 عشان السور اللي بيرسل الحسن والرفاعي، رحت تزودها ل 20% ولا 35 طلع المينيمم بتاعهم 26 برضو وضربت في عددهم، طلعت هبيع نص يوم القلعه ب 17,220، التكلفه الحقيقيه 9,000. الفرق بين ده وده انك كسبان في نص يوم 8,000 جنيه. شايفين الحته دي؟ معايا كده؟ معاكي. معايا كده؟ ادي المزارات، المزارات الى حد كبير شبه ترانسفير. نروح بقى للاكوموديشن. عايز احسب اوتيل او عايز احسب اكل خارجي. اروح كده للايه؟ للاكوموديشن. ثانية واحدة. ده هنا الاكوزيشن، هنا بحسب الاوتيل. فبيقول لي الناس ديت 60 باكس، تشيك ان الساعه 6، تشيك اوت الساعه 18، ومديني الاسعار، ومديني الاسعار والفطار والغدا، ومديني عدد الاوض، وبيقول لي كالكليت. فبقول لك الرولز، بقول لك خلي بالك وانت بتحسب الاكوموديشن، خلي بالك اوبريتورز كتيره بتوه منهم الحته دي في الحساب، ان القاعده بتاعت حساب الاكوموديشن ان الميلز ايكوال نايتس. كله عارف القاعده ديت؟ اللي مش عارفها هيضيع الشركه. ليه بقى؟ في اوبريتورز مش عارفين القاعده فبيحبوا يعملوا الهوسبيتاليتي عاليه، فالجروب يوصل يفطروه، يطلع الجروب هيمشي متاخر يفطروه تاني، يجي الاوتيل ما عندوش يوم مرحميني، بيروح رايح محاسب الاوبريتور. فانت لازم بتبقى عارف ان الاوتيل هيحاسبني على عدد اللي انا خدته. الاكل بيتحسب قد الليالي، يعني انا النهارده واخده 4 ليالي 5 ايام، 4 ليالي يبقى ليا هاف بورد، يبقى ليا 4 افطار و4 عشاء. ما تحاولش تديله اكل زياده الا لو انت عندك انك هتدفعه وعارف. الاوتيل مش هيفوتها لك حتى لو صحابك. فانت تخلي بالكوا احنا بنلاقي ان في اوبريتورز ما بتبقاش عارفه القاعده فبيفطروا مرتين. الاوتيل هيخلي باله وهيحاسبك، بس ده هيبقى اكسبنسز عليك انت، فتخلي بالك من الحته بتاعت القاعده بتاعت الاكوموديشن. بعد كده شايفين احنا بنعمل اكوموديشن، اخلي بالي. نسيت اقول لكم حته مهمه. انا ليه عامله جدول الفندق لوحده؟ علشان اطلع الكوميشن بتاعي لو هياخد. فانا باخد ايه من الاوتيل كوميشن؟ حد عارف؟ باخد في منظمه الاي اتش اي اللي هي منظمه الانترناشونال هوتيل اسوسيشن، زمان قعدت مع الاوفتا يونيفرسال فيدريشن اوف ترافل ايجنسيز اسوسيشن، منظمه السياحه، شركات السياحه، قعدوا مع بعض وصلوا لحاجه اسمها البروتوكول. البروتوكول ده اهم حاجه فيه انك لما تيجي تحجز، تحجز مكتوب.
كل حاجة في الأوتيلات ما تعملهاش أورر، أعملها مكتوبة. أهم حاجة تانية في اتقال إيه التخفيض اللي تاخده شركة السياحة من الأوتيل. فالتخفيض اللي اتقال في البروتوكول ده هو اللي تقريبا إحنا ماشيين عليه، بس مش قوي محولين وستواي. البروتوكول قال إن أي شركة سياحة تحجز في الأوتيل هياخدوا على كل 15 زبون هياخدوا 1 free single room. انا اعتبر ان كل 15 ده جروب، فكل جروب يتكون من 15 يبقى شركه السياحه من حقها اوضه ببلاش من السنجل، وكمان حق الشركه تاخد 10% على الراك روم ريت من الفندق. فيبقى لازم تعرف انت عايز تاخد ايه من الاوتيل، وبالتالي لما تيجي تحاسب الاوتيل تطلع حاجاتك اللي انت خدتها. فانا بقى البروتوكول بقى نسال سؤال، هو ده اللي حقيقي بيتطبق حاليا؟ اتحور ده اتحور اللي بيتطبق دلوقتي، بدل 1 free single room بيديكي على كل 15 1 bed in a twin room بدل فري. عايز باختصار شديد بيقول لك ايه، مش انت ليكي اوضه سنجل على كل 15 اوضه سنجل يعني سرير، طب ما تاخدي السرير في الاوضه الدبل، يبقى كل يعني 10% يا دكتور. لا خلينا الاول في الحته بتاعت الاوض، فهمت الحته دي عايز يعملها ايه؟ عايز يقول لك انت ليك على كل 15 اوضه فري، يعني لو جايب 30 زبون يبقى ليك كم اوضه؟ اوضتين، اوضتين سنجل ببلاش. هما بيقولوا فرد، عشان كده حكموها بالطريقه دي، قالوا ليك فرد مجانا ال 15 16 فري، يعني لو دفع يعني جبتي لي 15 جسم هديك ال 16 فري، الفرد ال 16 فري. لا ومعظم الاوتيلات تقول لك مش لك سرير، خديه في توين يعني فرد كل يعني كل اثنين انا يعني كل اوضتين ليكي هديكي اوضه دبر. شركات السياحه وافقت ولا رفضت؟ وافقت. ليه وافقت؟ عارفه وافقوا ليه؟ وافقوا لان الناحيه الثانيه اتلعب فيها برضو، هي الناحيه الثانيه قال لك 10% على الراك روم ريت، هو حيب يديك 10%؟ لا ساعات بيعلى، ساعات بيبقى 20%، وساعات انا يديني 30 وغير يديني 40 على حاجه، ممكن 15% كمان، وممكن ما يديكش خالص على فكره بقى. يبقى على حسب دلوقتي النت ما بيديش في القاهره في كايرو فهو على حسب بيبقى مكتوب في الكونتراكت عاده يا دكتور. طبعا ما هو ده اللي احنا قلناه هنكتبه في الكونتراكت، بس عايز اقول لك ان النسبه بتتغير على حسب حجم شغلك مع الاوتيل. انت شركه بتشغل الاوتيل ولا شركه لا؟ هيديك ال 10% ولا هيزود ولا هيقلل ومش هيديك خالص؟ فلنفترض ان شركه كل فين وفين ببعت سياح والله ولا هاخد حتى ال 10%. ما هو الاوتيل دلوقتي ماسك ايديه، فاهم قصدي؟ فدلوقتي انا لو هاخد في الكونتراكت زي ما انت قلت هاخد الحاجات اللي قالها البروتوكول 100 محوره، يبقى خلي بالي ان جدول الاوتيل هيختلف عن جدول اللي هبيع بيه. جدول الاوتيل هطلع الفري سواء من الدبل ولا من السنجل ولا واتيفر هيديني ايه، واجي في الاخر اخد ال 10% على الراك روم ريت. اروح من فين الراك روم ريت؟ هو سعر الاوض قبل الضرايب وقبل الخدمه، اديني 10 اديني 20 اديك 15، وخلي بالك دي حاجه متغيره من شركه لشركه. لو بتحاسب السياح طبعا ما مش بوريهم اللي انا بعمله ده، لكن بزود على البروفيت بتاعتي على اخر الجدول، بقوم مزوده 20% واتيفر هامش الربح اللي انا قررت اكسبه. ماشي معايا؟ معايا ولا حد تايه؟ كده. طب انا هدخل على اللانش اوت بس بدور عليه. اي اللانش اوت ايه؟ لانش اوت بقى عكس ما احنا بنعمل لانش اوت. انت خلي بالك لحد دلوقتي احنا ما كسبناش قوي، احنا ما كسبنا الحقيقيه ان احنا ناكل الناس بره الاوتيل، فبنروح للمطاعم عشان ناكل الناس بره الاوتيل. المطعم بيجي يقول لي حاله من حالتين، وهتلاقيكم انتوا عارفين، يا يقول لك هديك عمولتك بير هيد عن النفر، يا هديك عمولتك فيكسد برايس. لو خيرني انا هختار الفيكسد برايس، ما خيرنيش اعرف ان شغلك مش كتير قوي فمش عايز يديهولك القصه بتاعت الفيكسد برايس. معايا؟ بس خلينا نقول ان الفيكسد برايس هي اللي هتكسبني، فلو خيرني هختارها.
انا هنا هتخيل ان انا هاكل الناس في اندريا النيو جيزا، اعمل ايه؟ لو تخلي بالكم انا كنت بحسب ترانسفير وسايت سينج ازاي على العدد الاجمالي كله يا يارا، وانزل اقسم على المينيموم عشان النو شو اطلع البير باكس في الاخر يا لاميا، صح كده؟ تمام. المره دي هعمل العكس، انا هدخل اكل وما اكل واتكفى وادفع ضرايبي هضرب في عدد اللي كلوا، فاهمين هعمل ايه؟ هدخل اكل، انا هاكل، انا هدخل اندريا نيو جيزا، تخيليني قاعده باكل، شوفيني هاكل ايه بقى. كلنا طبعا رحنا اندريا نيو جيزا، انت بتدخل المطعم بتاكلي وجبته المشهوره نص فرخه على الجريل، هاكل ورق عنب، هاكل كفته، مزاليكا، العيش والسلطه والفاكهه وقهوه، واخد ميه ونبيت. ده اللي انا اكلته. حد اختلف معايا؟ طبعا احنا ما بنشربش نبيت، احنا نشرب بيبسي يعني، لكن الاجانب ممكن اجيب لهم نبيت اللي يمنع يعني. فيبقى انا اكلت الناس، لو الميه لو هتلاحظ نص مينرال يعني نص ازازه ميه للنفر على اساس انها ازازه كبيره، لو ازازات صغيره يبقى كل واحد ازازه، النبيت لو هتقدم نبيت يبقى نص ازازه لكل واحد. فهنا انا عملت ايه؟ انا جبت المنيو بتاعت اندريا وقعدت كلت وحسبتها. ليه عملت الحركه دي؟ لان في المطاعم المنيو متداوله في الايدين، انا مش عايزه حد ياخد المنيو يقول عليا حراميه، فاللي مكتوب في المنيو كتبته، ورحت لقيت ان انا كلت كده بدات ازود الضرايب 12% خدمه، ده لو كان بياخد 12% زي ما هو كاتب في المنيو، وبعدين بعمل مارجن للتبس، وعاده التبس بحسبها بقدرها بمقدار 10%، وبعدين بزود ال 20% هامش الربح بتاعي، يبقى ده اللي انا عملته، واقوم اضرب في عدد اللي كلوا بزود عليهم السواق والجايدز، واقسم على عدد اللي هيدفعوا عدد السياح بس. كله شايف عملت ايه؟ وقسمت على الباكس بس. معايا كده ريكوجنايزنج؟ ها؟ معايا؟ بعد ما خلصت كده لقيت السياح هيدفعوا لي كام؟ النفر هيدفع 683. والله يا بلاش، رخيص قوي. تعالي شوفي انا كسبت ولا انا خسرت؟ عشان اقول لك انا كسبت ولا انا خسرت اوريكي حاجه سريعه، انا بعمل تكلفتي الفعليه، قاعده مع نفسي بقى بشوف تكلفتي الفعليه. تكلفتك الفعليه بتحسبيها ازاي؟ لو انا فيكسد برايس بروح لاندريا او للمطعم اقول له هاخد منه اجريمنت انه هيحاسبني على السعر الثابت، اجي اقول له بص يا اندريا كل اكلك ده المشهور اخده ب 60 جنيه للنفر، هيوافق حسب ما هتتفق يعني، ده الكونتراكت. وبعدين يقول لي بس ما فيش دعوه بالمشروبات، 60 جنيه ده السعر الثابت، ما يدخلش فيه حاجه بتتفتح، حاجه بتتفتح اه يعني الميه والنبيت، احاسبك على الاكل بس. فروحت ايه اكن النفر كلفني 60 جنيه وميه ونبيت. في بعض المطاعم ما بتقوليش كده كمان، حقيقي بقى في بعض المطاعم حاليا بقت بتعمل حاجه غريبه جدا، انه يجي لشركه السياحه ويقول لها المشروبات مالكيش علاقه بيها ولا تدفعيها لي، انت سيبيني انا والسائح مالكيش دعوه، طبعا عشان يسرق السياح. فانت بتلاقي كده وبتلاقي كده. طبعا مين الاحسن لك؟ احسن لك ان انت اللي تحاسب على الميه والنبيت او المشروبات، والا هو هيستغلها يبقى لهم ازازه الميه ب 50 جنيه. فيبقى الاحسن لك انت اللي تعمل حساب. فانا دلوقتي عملت الفيكسد برايس، زودت الميه، زودت النبيت، زودت ال 12% خدمه وال 10% تبس. وبعد ما خلصت رحت ضربه في كام بقى؟ هو عدد السياح 35، لو كنت خدت فري منيوز هقللهم من 35، طبعا مش بحسب السواقين، طلعت انا هدفع لاندريا 6195، نقول 6200، انا بايعه بكام؟ بايعه ب 23900، متكلفه 6000، كسبت كام؟ في اكله اندريا 17700. عرفتوا عملتها ازاي؟ ها؟ فاهمينها طبعا.
الناس ما انا عارفه ان انت عارفه بس الناس اللي مش اللي مش بيشتغلوا قوي يعرفوا يركزوا. حد عنده سؤال؟ وكذا بقى هي كده بتعمل المطعم المطاعم الخارجية بنحسبها على النفر من المنيو الطبيعي علشان ما حدش يقول ان انا سرقت في المنيو. انا زي المنيو ما هو كاتب زي ما انا حاطه، ما عملتش حاجة غريبة خالص عكس ما بعمل في الاكوموديشن. ايه حد عنده اي سؤال؟ انا خلصت على فكرة، قدامي 5 دقايق اللي عايز يسأل اي اسئلة بقى. بعد اذنك يا دكتور، هو حضرتك لما عملت دكتور ممكن بس اخر جزئيه بتاعت المطاعم تاني لو سمحتي؟ المطعم اهو عملت ايه؟ جبت المنيو بنقي منها الاكل، عملت حاجه غريبه اللي انت عارف ان المطعم بينزل وقت تزودها الخدمه والبقشيش الكبس طبعا مش موجود لك في المنيو بس انت بتعمله ما يقارب من 10% من الفاتوره. وبعدين هامش الربح اللي انت بتتفق مع صاحب الشركه هتكسبه، قررتوا تكسبوا 10% 20%. طبعا اللي ما بيعملش مارك اب بيبيع بالنت ما بيحطش البروفيت اصلا، وبعدين بتضرب في عدد اللي كالوا وتقسم على عدد اللي هيدفعوا. معايا كده؟ اما بتيجي تعمل تكلفتك الحقيقيه بتجيب الفيكسد برايس وتزود عليه اسعار المشروبات وبرده تعمل نفس الخطوات الخدمه وبتعمل خطوة التبس وتضرب في عدد اللي كالوا سواء بقى كان المرشدين والسواء ببلاش هتحسبهم واخدهم ببلاش سوري مرضاش يدهم لك ببلاش هحسبهم ادهم لي ببلاش هشيلهم. انا بضرب في عدد اللي كال حقيقي بس ما يكونش في الكونتراكت انا متفقة عليه انه هيدوني ببلاش، هيبقى دي تكلفتك الحقيقية. معايا؟ تمام يا دكتور اشكرك. مع حضرتك. انا كده خلصت. حد عنده اي سؤال تاني؟ انا طبعا سعيده ان انا كنت معاكم على مدار اليومين دول. شكرا ليك يا دكتور جدا. ثانك يو. شكرا لحضرتك. اللي عايز اي حاجه مني طبعا انا قلت لكم عرفتكم على نفسي، انا بروفيسور في كليه السياحه جامعه حلوان، الوكيل السابق للكليه، وحاليا انا عميده بني سويف، فهتلاقيني في حلوان في المانيال هتلاقيني في بني سويف، فاللي يعدي هنا يعدي هنا يتعدي يعدي يشرب معايا القهوه في اي وقت بقى. وسعيده ان انا قابلتكم، واللي عنده اي حاجه تخطر عليه يعني عايز اسال فيها اعتقد استاذه شيماء هتنزل لكم الهاند اوت ده كله. اللي عايز اي حاجه يسالني ومعاكم تليفوني على الواتساب اللي معاكم هتلاقوا تليفوني معاكم. شكرا دكتور. شكرا. انا سعيده قوي ان انا قابلتكم. انا اللي سعيده قوي. ثانك يو فيري ماتش. ميرسي قوي قوي. اتمنى اشوفكم بقى على الطبيعه في وقت ان شاء الله، ولو جيت القاهره برضو نشوف حضرتك ان شاء الله. ان شاء الله انا في القاهره اصلا. اوكي. شوفي بن سويف وبتسافري ولا بتسافري؟ بسافر يومين في الاسبوع، بقيه الايام في المانيال في الكليه. طيب احنا في المعادي، اهلا بيكي لو جيتي المعادي ضروري. طيب نشوف خلاص. وانت ضروري لو عديتي بقى في المانيال ضروري تعدي عليا. حاضر. اهلا بيكوا. اهلا وسهلا. ميرسي خالص. وثانك يو. Thank you very much. Thank you يا شيماء، تعبناكي جدا جدا. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. نورتينا يا حبيبتي. ميرسي قوي. متشكره قوي يا حبيبتي. مع السلامه. باي باي. ميرسي يا دكتوره. ميرسي. باي باي. شكرا. الف شكر. ميرسي خالص. مع السلامه. مع السلامه.